أخبار اليوم. لم أجد سوى مشروع النهضة، وأعتقد أن مصر محتاجة لمؤسسة كبيرة زي حزب الحرية والعدالة وزي جماعة الإخوان المسلمين، منتشرة في ربوع مصر، والواحد بحاسس أن هم بيعملوا بحب وإخلاص. الأمن الوطني ابنة عم أبو تريكة من القيادات الوسطى للإخوان وتحرض ضد القوات المسلحة. كشفت تحريات الأمن الوطني التي تسلمتها نيابة بولاء الدكرور الأربعاء الماضي اتهام بنت عم اللاعب محمد أبو تريكة وشقيق زوجها بإثارة الفتنة والحشد للمظاهرات. احنا زي ما قلنا امبارح في بدر الردة، احكام الفقهاء اللي نزلت على دماغنا وحرقت حياتنا وسميناها دين، واعتقدنا ان هي صوت الاله، رغم ان هي في كل الثلاث درجات اللي قلناها ملاش علاقة. لا هم صوت الاله وهم في النهاية بشر، وما فيش رخصة باسمهم هم مخصوص يفسروا الدين، ثم انهم حتى لما جم يفسروه على اعتبار انهم احنا نديناهم او اجدادنا ادوهم الرخصه طوعا، فهم افسدوا ما لا يمكن تصوره في النص وفي تطبيقه وفي حياتنا بدمويه منقطعه النظير في اي دين قبل الاسلام. حتى اسلام بحيري عامل بتهمه ازدراء الاديان. قضت محكمه جناح مستأنف مصر القديمه بجنوب القاهره الاثنين الماضي بقبول الاستئناف مقدم من الباحث إسلام بحيري على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان وتخفيف الحكم العام. أنا هنا اليوم لأتحدث عن ممارسات ما يسمى بالدولة الإسلامية ضدنا من الاتجار بالبشر، استخدام نسائنا للاستعباد الجنسي، وتجنيد أطفالنا للحرب، التشرد وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقنا. النائب العام يكلف بالتحقيق في بلاغ ضد الفتاة الأيزيدية. حال المستشار نبيل صادق النائب العام البلاغ المقدم من تامر سيف المحامي ضد نادية مراد الفتاة الأيزيدية لدعوتها ضد طلاب الجامعات لعمل مليونية ضد تنظيم داعش إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق. ضخم والخسائر كبيرة وحالة من الهرج والمرج، وشايفين حتى كمان في عدد كبير من السيارات اللي كانت موجودة تحت العقار، حوالي 7 سيارات اتدمرت بالكامل، وده يدينا برضو دلالة عن شدة الانفجار اللي حصل. انفجار عقار بفيصل نتيجة تسريب غاز ومسرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين. شهدت منطقة فيصل الأحد الماضي انفجار في أحد العقارات السكنية بشارع سهل حمزة بفيصل، مما أثر عن مسرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتحطم 7 سيارات كانت متوقفة أسفل المنزل. لا لو ماشية أو طريق عادي مش هقدر أقف أكيد، بس ممكن أسلم، فيش مشكلة يعني. بتسلم على كل الناس بحرارة؟ طبعا بسلم على كل الناس. منا فضلي مش تنكة؟ لا الحمد لله. متواضعة؟ الحمد لله. مصورة صحفية تتهم منى فضالي بالاعتداء عليها بأكتوبر. باشرت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أحمد حامد التحقيق في البلاغ المقدم من مصورة صحفية والتي تتهم فيه الفنانة منى فضالي وسائقها بالاعتداء عليها بالضرب، ومن المنتظر استدعاء الفنانة منى فضالي لسماع أقوالها.